أصبحنا على بعد ساعات من معرفة من سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ومن سيصل إلى البيت الأبيض من بين المرشحين دونالد ترامب وكذلك كامالا هاريس. الصراع كله يدور حول 538 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي المنتشرة في كافة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكي تصبح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فإن عليك حصد 270 صوتا من كافة الأصوات التي تحدثنا عنها، وأهم هذه الولايات التي سيجري فيها الصراع والتي ستحدد من سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هي 7 ولايات. نتحدث عن ويسكونسن، ميشيغان، بنسلفانيا، نورث كارولينا، جورجيا وكذلك أريزونا وحتى نيفادا. وهذه الولايات يطلقون عليها الولايات المتأرجحة لأنها تارة تذهب للديمقراطيين وتارة أخرى تذهب للجمهوريين، لكن أيضا هنالك ولايات آمنة، بمعنى آخر إنها الولايات المضمونة بالنسبة لكامالا هاريس أو دونالد ترامب بأن الطرف الآخر أو الطرف المنافس لن ينافس الطرف الأساسي الذي يمتلك هذه الأصوات، وهي أصوات آمنة ومن المفترض أن ينتصر بها كلا الطرفين. على سبيل المثال إذا ما ذهبنا إلى كامالا هاريس، ما هي الولايات الآمنة بالنسبة لها؟ الولايات الآمنة ببساطة هي واشنطن، أوريغون، كاليفورنيا، ولدينا كولورادو، نيو مكسيكو وهاواي، وأيضا لدينا مينيسوتا، إلينوي، ومن ثم ننتقل إلى نيويورك وفيرجينيا. كلها من المفترض أن تفوز بها طبعا كامالا هاريس. ونرى هنا فيرمونت، نيو هامشير، وبالإضافة أيضا إلى ماساتشوستس، رود آيلاند، ولدينا كنيتيكت، نيو جيرسي، ديلاوير، ميريلاند، وحتى واشنطن دي سي. وهنالك ولايتين تنقسم فيها الأصوات بين المرشحين بين دونالد ترامب وكامالا هاريس، وهي ولاية مين وكذلك نبراسكا. في ولاية مين على سبيل المثال كامالا هاريس قادرة ومن المفترض أن تفوز بثلاث أصوات من أصل الأربعة أصوات الموجودة هناك، وكذلك في نبراسكا هي تمتلك صوتا واحدا. أي ما هو مضمون بالنسبة لكامالا هاريس في هذه الانتخابات هو 226 صوتا، أما بالنسبة لدونالد ترامب فمن المفترض لهذه الولايات أن تكون آمنة بالنسبة له: آيداهو، مونتانا، يوتا، ألاسكا، وايومينغ، نورث داكوتا، ساوف داكوتا، نبراسكا. نحاول إعادة الصوت في نبراسكا لكامالا هاريس الذي تمتلكه، وبالتالي هذه ولايات كلها مهمة بالإضافة إلى تكساس وفلوريدا الأساسية والرئيسية بالنسبة لأي مرشح جمهوري في حقيقة الأمر. هذه الولايات كلها من المفترض أن تكون حمراء من دون أي مشكلة بالنسبة لدونالد ترامب، مثل ساوث كذلك كارولينا. وعلى هذا الأساس نحن أمام هذه المعادلة التي نراها، هذه المعادلة التي سيبدأ فيها الصراع بين كامالا هاريس ودونالد ترامب. 226 صوتا من الولايات الآمنة بالنسبة لكامالا هاريس و 219 صوتا لدونالد ترامب. ولا بد من الانتباه بأن الأصوات قد تغيرت خلال الأربع سنوات الماضية. في عام 2020 على سبيل المثال كان الديمقراطيين بهذه المعادلة التي تحدثنا عنها الآن يمتلكون أصواتا أكثر، 227 صوتا. لاحظ بأنهم كانوا يمتلكون صوتا إضافيا، وقد تغير الآن هذا الوضع بعد أربع سنوات، بينما الجمهوريين يمتلكون 217 صوتا. هذا بسبب التغير الوضع السكاني بشكل عام بالنسبة للسكان الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا هنا في هذه الولايات. ترى من ضمنها ولايتين من الولايات المتأرجحة بنسلفانيا وميشيغان تغيرت فيها الأصوات بسبب أن العدد السكاني هنا وأغلب السكان وحتى نيويورك قد انتقلوا من هذه الولايات إلى الولايات الجنوبية، بالتالي العدد السكاني أصبح أقل في هذه الولايات، وانتقلوا كذلك إلى تكساس، وهذا هو الذي أعطى فائدة أكبر بالنسبة لأصوات المجمع الانتخابي الموجودة في تكساس، إضافة صوتين وإضافة صوت واحد في فلوريدا. ولاحظ كيف تغيرت أيضا كولورادو لصالح الديمقراطيين ولكن مونتانا لصالح الجمهوريين بإضافة صوت واحد، وكاليفورنيا المهمة للغاية فقدت صوتا ولكن تمت إضافة صوت لأوريغون بسبب التغير السكاني، التنقلات، الوظائف، البطالة وغيرها. وعلى هذا الأساس بشكل عام التغير أن الجمهوريين ودونالد ترامب تحديدا كسب صوتين مع تغير الوضع السكاني في هذه الولايات بشكل عام. وعلى هذا الأساس إذا ما عدنا إلى السيناريوهات المتوقعة الآن لكيف من الممكن للأمور أن تسير في هذه الانتخابات، أسرع طريق بالنسبة لكامالا هاريس بداية للفوز في هذه الانتخابات هذه الليلة هي أن تفوز في بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن. ولاحظ بأنها ستكون قادرة على الوصول إلى 270 صوتاً،
وانتهت الانتخابات لهذه الليلة. أما السيناريو الآخر من الممكن لها أن تفوز في بنسلفانيا، نورث كارولينا وجورجيا، ومرة أخرى تحقق حتى أكثر من 270 صوتا، 277 صوتا كما نلاحظ. أما شكل آخر لهذه الفرصة لكامالا هاريس، أو ما الذي ممكن أن تحققه، هو أن تفوز في ميشيغان، وميشيغان قريبة بالنسبة لكامالا هاريس بحسب الكثير من استطلاعات الرأي، مرشحة جدا أن تفوز في ميشيغان، بالتالي تمكنت بالفوز أيضا من جورجيا، فهي قادرة هنا على إنهاء الليلة والانتخابات في نورث كارولينا إن تمكنت من الفوز بها. 273 صوتا كما تلاحظ، تعدت 270 صوتا، بحاجة هي إلى 270 صوتا لتصبح رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية، أو أن تفوز مثلا في بنسلفانيا، لاحظ 276 صوتا، هذه الولايتين تعتبر من الولايات المهمة للغاية. أما بالنسبة لدونالد ترامب، فإن الطريقة الأسرع له الليلة للفوز هي أن يفوز في بنسلفانيا، نورث كارولينا، جورجيا، وانتهت الانتخابات لصالحه ب 270 صوتا، ولتفعل كامالا هاريس ما تريد فعله في الولايات المتبقية، لن يتغير شيئا أبدا بالنسبة لدونالد ترامب. ولكن بالنسبة لترامب المشكلة أن هذا هو الطريق الأسرع له، بقية الولايات وبقية السيناريوهات مع فوزه في بنسلفانيا هو بحاجة للفوز بأربع ولايات بدلا من ثلاث ولايات، أي نوعا ما أن الطريق أطول على دونالد ترامب للفوز في هذه الانتخابات مقارنة بكامالا هاريس. على سبيل المثال، إن فاز في بنسلفانيا، ميشيغان وويسكونسن 263 صوتا، هو بحاجة لولاية إضافية كي يفوز في هذه الانتخابات، أي أن كامالا هاريس إن فازت في نورث كارولينا، جورجيا، أريزونا، نيفادا، انتهت الانتخابات لصالحها كما تلاحظ، لديها طريق للفوز في هذه الانتخابات. بالتالي هذا وضع ليس بالسهل أبدا بالنسبة لدونالد ترامب في هذه الانتخابات، حتى وإن حاول على سبيل المثال الفوز في ميشيغان أو في جورجيا وبعدها ويسكونسن، ترى 260 صوتا، هو حتى إن فاز بنيفادا لن يكون قادرا على الفوز بهذه الانتخابات كما نلاحظ. الأمر حسابيا صعب رغم التغير السكاني الذي تحدثنا عنه الآن. بعض الخبراء المرتبطين بالاستطلاعات بشكل عام من خبراء الانتخابات وجدوا ببساطة أن كامالا هاريس في حالة تمكنت من الفوز بنورث كارولينا هنا تحديدا أو فازت في جورجيا فهي ستكون الفائز في الانتخابات الأمريكية. أما في حالة أن دونالد ترامب هو الذي فاز في ميشيغان أو فاز حتى في بنسلفانيا فهو سيكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإن كنا لن نرى الأصوات الأخرى وكيف ستترتب، لأن هذه الولايات من المفترض أن تكون من ضمن حيز كامالا هاريس من أجل أن تكون قادرة في الفوز في هذه الانتخابات. لكن هنالك سيناريو مثير للغاية، ألا وهو سيناريو التعادل. هنالك نسبة ضئيلة للغاية في أن تحدث هذه المسألة، ولكن هو ممكن أن يحدث فعلا، ويجب أن نأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار. على سبيل المثال، أن دونالد ترامب فاز في بنسلفانيا، ميشيغان وكذلك جورجيا، سيصل إلى 269 صوتا، إن كانت جورجيا أو نورث كارولينا 16 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي لكلا الولايتين، بالتالي وسيحقق 269. بالتالي كامالا هاريس هنا ممكن أن تفوز في ويسكونسن، نيفادا، أريزونا، وبعد ذلك وكذلك أيضا نورث كارولينا على سبيل المثال، وسترى بأنها تحقق 269. تعادل، ما الذي من الممكن أن يحدث في ظل التعادل؟ هنا سنتجه إلى الانتخابات أو ما يطلق عليه الانتخابات الطارئة. هذه الانتخابات هي ببساطة ستتجه الأمور فيها مباشرة إلى الكونغرس الأمريكي، هو الذي بنفسه سيقرر من سيكون رئيسا ونائبا للرئيس في مجلس النواب. سيكون هنالك تصويتا في حالة التعادل لاختيار الرئيس الأمريكي في مجلس النواب، أما في مجلس الشيوخ سيتم اختيار نائب الرئيس الأمريكي. هذا السباق متقارب للغاية على مستوى استطلاعات الرأي بشكل هائل، خاصة بعد انسحاب جو بايدن من الانتخابات. مع جو بايدن، بين دونالد ترامب وجو بايدن كانت المسألة منتهية كما نلاحظ، دونالد ترامب كان متقدما ويتصاعد بشكل كبير مع كل الظروف التي مر بها جو بايدن، ولكن بمجرد ما انسحب من هذا السباق وأصبحت كامالا هاريس بدلا منه، لاحظ كيف تقاربت الأصوات، بل بالعكس إن كامالا هاريس تقدمت لفترة طويلة في استطلاعات الرأي على دونالد ترامب. عاد دونالد ترامب في الفترة الأخيرة ليرتفع مرة أخرى، ولكن عادوا للتعادل مرة أخرى أو التقارب بينهما، بل إن كامالا هاريس في 24 ساعة الماضية كما نشرت نيوزويك الأمريكية هي الآن تمتلك زخما أكبر
من الفترة الماضية أو من الخمسة أو ستة أيام الماضية، بالتالي الأمور بدأت تفضل كامالا هارس نوعا ما. على سبيل المثال ترى ذا إيكونومست هي فضلت كامالا هارس على دونالد ترامب بأن تحصل على 270 صوتا مقارنة بدونالد ترامب الذي توقعت الإيكونومست حسب استطلاعات الرأي التي قامت بها أن تتحصل على 200 أو يتحصل على 268 صوتا. و 538 هذا الموقع المهم كان دونالد ترامب متقدما طيلة الفترة الماضية، لكن اليوم الأمر تغير، هارس تقدمت بنقطة على دونالد ترامب كما نلاحظ هنا، ولكن البولي ماركت أظهر قصة مختلفة، أظهر بأن دونالد ترامب مفضل للفوز في هذه الانتخابات بنسبة 58% مقارنة بكامالا هارس ب 42%. كذلك أن الإيكونومست أظهرت بأن الولايات المتأرجحة هي تميل لصالح دونالد ترامب، هم أوضحوا من خلال استطلاعاتهم أن ميشيغان وويسكونسن لصالح كامالا هارس بشكل عام، ولكن بقية كل هذه الولايات، بقية الولايات المتأرجحة هي لصالح دونالد ترامب. عندما نتحدث هنا طبعا عن بنسلفانيا على سبيل المثال، نيفادا، جورجيا، نورث كارولينا، أريزونا، كلها لصالح دونالد ترامب، وهذه كفيلة وكافية لأن ينتصر في هذه الانتخابات بشكل عام. هنالك مسألة مثيرة، أن شكل الخارطة قد يكون بهذه الطريقة، هنالك صورة قريبة لطبيعة شكل الخارطة المتوقع لهذه الليلة. وبالنسبة لبولي ماركت على سبيل المثال أظهر بأن ويسكونسن وميشيغان هي لصالح كامالا هارس كما هو متوقع، بقية الولايات المتأرجحة لصالح دونالد ترامب، بمعنى أن دونالد ترامب هو الذي سيفوز في هذه الليلة. أما بالنسبة لموقع 538 أوضح أيضا أن ويسكونسن وميشيغان لصالح كامالا هارس، بقية الولايات أيضا لصالح دونالد ترامب. أما جي اتش كي فوركاست كان قد أظهر بأن ويسكونسن وميشيغان أيضا تميل لصالح كامالا هارس، ونورث كارولينا، جورجيا، وأريزونا لصالح دونالد ترامب، بينما أبقى هذا الموقع نيفادا وكذلك بنسلفانيا كولايات ليس واضحا فيها من سيفوز في نهاية المطاف، أي أننا سنبقى أمام واحدة من هذه الولايات التي سيكون فيها الصراع محتدما، أن تفوز كامالا هارس في بنسلفانيا، تفوز في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة، أن يفوز دونالد ترامب في ظل هذه المعادلة ببنسلفانيا، سيفوز في الانتخابات الأمريكية في نهاية المطاف. وبالتالي يابد أن ننتبه هنا من الحملات الانتخابية قد تم اختتامها، واختتم دونالد ترامب حملته الانتخابية في ميشيغان التي يعتقد بأنها أقرب لكامالا هارس من دونالد ترامب، والتي حقيقة تحمل 15 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وفوزه بميشيغان قد يعني فوزه بالانتخابات الأمريكية. وهذه هي الرقصة الأخيرة لدونالد ترامب في ميشيغان، وهو يستعد هذه الليلة للفوز في هذه الولايات المتأرجحة، وتحديدا ويركز على ميشيغان، لأنه يعلم وتعلم حملة دونالد ترامب إن ميشيغان هي مصيرية بالنسبة له للفوز في هذه الانتخابات. بينما كامالا هارس اختتمت الحملة الانتخابية الخاصة بها في بنسلفانيا صاحبة 19 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، والأهم بين كل الولايات المتأرجحة السبعة التي تحدثنا عنها. ولا بد من الانتباه هنا بأن الأصوات المبكرة وكذلك الأصوات عبر البريد وصلت تقريبا إلى 76 مليون شخصا، وهذا يعني بأن التصويت هذه المرة من المبكر وعبر البريد كان أقل ب 24% مقارنة بانتخابات عام 2020، وهذا يعني بأن هنالك المزيد من الأصوات التي ممكن أن نراها قادمة باتجاه الولايات المتأرجحة، وبالتالي تغير كل استطلاعات الرأي التي نراها. من الممكن أن نرى السباق ليس متقاربا كما تظهر استطلاعات الرأي، بل أن تكون هنالك سيطرة تامة من دونالد ترامب، أو حتى سيطرة تامة من سيطرة تامة من كامالا هارس. ولا بد من الانتباه بأن الأمر ليس حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية فقط، بل أننا سنكون أيضا أمام انتخابات في الكونغرس الأمريكي، تحديدا في مجلس النواب، وكذلك أيضا في مجلس الشيوخ الأمريكي.